الطماطم عشان بس حضراتكم تبقوا عارفين اتضررت بصورة كبيرة جدا، محصول الطماطم تحديدا وبرضو بعض المحاصيل الأخرى تضررت بصورة كبيرة جدا من الارتفاعات الهائلة في درجة الحرارة اللي حصلت في شهر يونيو ويوليو. يعني للأسف الإنتاجية بتاعت المحصول تضررت بصورة كبيرة جدا، فنتيجة لكده الكميات اللي طلعت لإنتاجيتها اللي المفروض كانت تغطي السوق كله كانت أقل بنسب ليست بالقليلة. يعني أنا عايز أقول لحضرتك حصل تضرر ممكن وصل لبعض الحاجات لغاية 20% نقص بسبب الحرارة العالية اللي احنا واجهناها، وأكيد حضراتكم شفتوا احنا عدينا بفترة كانت صعبة جدا. نتيجة لكده طبعا بقت الكمية المتاحة في السوق أقل. توقعاتنا إن شاء الله مع نص شهر 10 هتدخل العروات الجديدة، فهتبدأ الإنتاجية تزيد وتبدأ تقل في خلال الفترة دي. ولكن في نفس الوقت في توجيه حصل لجهاز حماية المستهلك ووزارة التموين ووزارة الداخلية على مدار الأيام السابقة، وفي تنسيق مع اتحاد الغرف على أن نتأكد أن مفيش أي نوع من تخزين لبعض هذه السلع، وان لو حصل في وجدنا ان في تخزين يبقى في بعض الاجراءات مع اتحاد الغرف، علشان احنا مش عايزين ناخد اجراءات تعسفيه، ولكن ما ينفعش يبقى احنا عندنا نقص ومره اخرى يبقى في نوع من التخزين. فعشان كده حصل من يومين توجيه ليهم بنتحرك فيه بهدوء علشان نضمن باذن الله توفير لغايه لما العروات الجديده على نص عشرة ان شاء الله تدخل في خلال الفتره القادمه.